ربنا يديك الصحة يا حاجة، شكلك لسه جاي من الانتخابات. أيوة يا ابني، وأنت؟ لا طبعاً، مش عارف أنتوا إزاي لسه بتنزلوا لحد دلوقتي. هو عشان أنت مش هتنزل، عايز الناس كلها زيك؟ ما النتيجة معروفة، نزولي مش هيضيف أي حاجة. على فكرة أنت كده بتفرط في حقك. ينزل ولا ما ينزلش؟ اعمل يا بابا اللي أنت عايزه. اللي أعرفه عندك رأي مقتنع بيه تنزل تقوله في الصندوق. وأنزل ليه؟ أنا قلت رأيي في وسطكم أهو. كتير بنفتكر لما نقول رأينا في قاعدة صوتنا كده خلاص وصل وعدى، لكن الحقيقة رأيك مش هيعدي الأوتوبيس اللي انت فيه، وصوتك مش هيوصل للعالم كله إلا بالصندوق. الهيئة الوطنية للانتخابات، دورنا نحمي حقك ودورك تمارسه. شارك، صوتك هيوصل.